اهم حاجه تبقوا مفتحين وتجيبوا عيال ولاد ناس. مستر سجية بيبصوا على اللي داخله واللي خارجه. ماشي حاضر. اهم حاجه من دلوقتي ليوم الحفله عايز منكم حاجه مهمه قوي. في عيل امه دعت عليه كان مع ادهم وقال ايه عايز يقتل صاحبه شريف. فاهمني يا عبوده؟ ادهم او الواد ده بقى بالذات شكله كده ناس كتير قوي دعت عليه. الواد ده بتاعي وعشانه ابن حرام ربنا وقعه في طريقي. انا عايز الواد ده متعلق قدامي قبل ميعاد الحفله. حصل. مسا مسا طاهر. مسا مسا يا غالي. هو انا عارفك؟ المعلم بابلو بيمسي ويفكرك بالنمر اللي عندك. ندى؟ ندى على عيني وراسي يا باشا، وكل اللي يجي من طرف المعلم بابلو فوق دماغي من فوق. اللي بيشدوا العيال. اللي بيشدوا العيال في الشارع يا باشا كتير. طب ده لسه قلت امبارح في الخارجه كده انا وماشي، الواد اتشد من ايد امه، بصت كده يمين وشمال ما لقيتوش. لا مش دول. ده بيشد عيال كبيره شويه. طب هو ملوش اماره؟ له أمارة ضخم كده لمؤاخذة وشنبه مبرور، وبعدين بيصلي وبينقل على الطيبة اللي بيروحوا الجامع يعني. خلاص عرفت يا باشا، ده عيل سكته مش سالكة وهيتعبك معاه. ما تقلقش. حصل. أيوه عطية. اللي قلت لي عليه تمام. أمنت عليه. هاتيه وتعالي. أوامر. هو لا مؤاخذة يعني. احنا ماشيين من هنا ليه؟ طريق طلعة الجبل زحمة. السكة دي أروى. أروى. أروى ها؟ أروى. خلي زينهم يمسك البوابة على الزلزال. حصل. يا سمعتوا؟ يلا كله نفذ. يا عطية. حالي يا بابلو. عطية. 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 أنت عارف هي فين؟ معايا خط سيرها.